إن كنت مثل كيفن فإنك لا تفوت أبداً فرصة عمل مقلب جيد، خاصة عندما تكون الضحية ساذجة مثل بيلا. أنا متأكدة أني وضعتها في الثلاجة. إن كنت تعتقد أن هذا المقلب ذكي فستحب الخدع الرائعة التي سنعرضها في هذا الفيديو. يا ترى ما الذي يشاهده كيفن؟ يبدو شيقاً جداً. يا إلهي، يستمر رأس كيفن الكبير في حجب الرؤية. هذا أكثر تشويقاً بكثير مما تتحدث عنه الأستاذة. ربما إن رفعت جسمي سأتمكن من الحصول على رؤية أفضل. كيفن يستحوذ على الفيديو لنفسه. يخبرني حدسي بأنه على وشك الندم على عدم مشاركة هذا الفيديو. وهذه الأربطة البلاستيكية على وشك تغيير الأحداث. بخطوة واحدة سريعة يمكن لجاستن أن يلصق كيفن بالكرسي. حاول الابتعاد عن نظرة جاستن الشريرة يا كيفن. تباً، نسيت أن أضع هاتفي في وضع الصامت. هل سمعت شيئاً للتو؟ كيفن، لماذا لا تأتي إلى هنا وتحل هذه المسألة؟ أنا يا إلهي لست مستعداً أبداً لذلك. ها؟ يبدو أن كيفن يحمل معه أمتعة إضافية هذه الأيام. لا أعرف ما يحدث هنا ولست واثقة من رغبتي في معرفته. أعتقد أني سأجيب على هذه المسألة من مكاني إن كنت لا تمانعين. يبدو أن جاستن عالق في المنزل للدراسة في يوم العطلة. مرحباً، هل تريد لعب كرة السلة؟ لا يهم، لن يتمكن أبداً من الانتهاء من كل هذا في وقت مبكر واللعب مع صديقه. يا صاح، هل تريد لعب لعبة الفيديو الجديدة معي؟ أوف، ألا ترى أني غارقاً في أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية؟ حسناً، يجب أن أركز. أعتقد أن الوقت قد حان لتلقينك درساً حول كيفية الاستمتاع بوقتك قليلاً من باب التغيير. هذه البالونات ستضفي القليل من البهجة على الوضع، خاصة إن كانت ممتلئة بماء. حسناً، حان الوقت ليبدأ المرح. لا شيء يمكنه صرف جاستن عن دراسته. هل اعتقدت أن جاستن لن يرى تلك البالونة؟ حان الوقت الآن لاستخدام البالونة الشريرة. أمسكها يا صاحبي! لم يخطر على بال جاستن أنه كان جالساً في منطقة مائية. واجباتي المنزلية لقد تبللت. ما الذي يفترض بي فعله الآن؟ كيفن؟ إن كنت تعتقد أن كيفن قد يدخل حماماً دون النظر إلى المرآة فأنت لا تعرفه جيداً. لا تزال هنا؟ تبدو جيداً يا جميل. وعندما تعتقد أن كيفن قد توقف عن التفكير في مظهره فإنه يعثر على مرآة أخرى ليحدق بها. شعرك لم يتحرك منذ ذهابك إلى الحمام. لا تنتظرني، سأذهب إلى الصف بنفسي، شكراً. سأريح عيني لدقيقة واحدة. كيفن نائم، وهذه المرة الوحيدة التي لا يسيطر عليه فيها تباهية. سأثبت لكيفن أن مظهره ليس كل شيء من خلال منحه تغييراً صغيراً. تبين أنه يمكن استخدام المكياج لأغراض كثيرة، مثل عمل بثور مزيفة. وإن أضفت قطرة صمغ، فيمكنك صنع رؤوس بيضاء تبدو حقيقية. شكراً على ظل العيون. ها؟ ماذا حدث؟ لا أدري لماذا تتصرفون بغرابة يا رفاق. الحمد لله، لا يزال شعري يبدو مرتباً. ما هذا الشيء على وجهي؟ سأقتلكم يا رفاق. هذا شيء صغير على وشك ترقية مهاراتي في المقالب إلى مستوى جديد تماماً. تم تفعيل القوة اللاصقة. أخفي، فجاستن وراءك مباشرة. من الجيد أنه يمكنك عمل مصافحتك السرية بيد واحدة فقط. لا تضحك. عيب هذا المقلب أنه يجب عليك الانتظار حتى اللحظة المثالية لرؤية ما سيحدث. نعم، صبر كيفن بدأ ينفد بالتأكيد. من يريد أن يحل المسألة؟ يبدو أن جاستن يريد حل المسألة، وهنا نجد صبرنا يؤتينا ثماره. يبدو أن لديه ذيل قوس قزح. ها؟ ماذا الشيء ورائي؟ من كان ليعلم أن شيئاً بسيطاً للغاية قد يكون مضحكاً جداً؟ هل يفترض أن تكون مزحة يا جاستن؟ أنت وراء هذا يا كيفن. ماذا؟ لماذا سأفعل شيئاً كهذا؟ يبدو أن كيفن ينتظر حتى الدقيقة الأخيرة لدراسة الامتحان، وجاستن قد استعد للامتحان منذ أسبوع. أوف، هذا الإزعاج مشتت للانتباه. هل تريد أن تقرأ يا صاح؟ كلا، لا أرغب بذلك. براحتك.
يبدو أن مشاهدة اليوتيوب جعل جاستن يشعر بالنعاس. ربما حان وقت أخذ قيلولة. هل أنت جاد؟ الآن تشخر؟ حسناً، لن يعمل هذا معي. لدي فكرة، ربما يجب علي أن أستغل نومه. سأغلق هذا الكمبيوتر ببطء شديد وأستبدله بهذه الطاولة الصغيرة. سيكون مقلباً ممتازاً. سيصحو جاستن بطريقة قاسية بعد بضع دقائق. وحتى لا تصبح الأمور خارج السيطرة، سأثقل الطاولة ببعض الأغراض. هذا يكفي. لا تضحك يا كيفن، ستوقظه. والآن سننتظر حدوث السحر. وهذا الوقت هو الآن. نعم. يا إلهي، لابد أن ذلك كان مؤلماً. ما الذي يجري هنا؟ حالما تنزاح هذه الطاولة من طريق جاستن، سينال كيفن عقاباً. ما الذي تنتظره يا صاح؟ اركض. يبدو أننا في وسط سباق ملحمي. لا تغش يا جاستن. حان وقت استراحة وجبة خفيفة سريعة. أو لا، سيارتي قريبة جدا من الماء. هذه الوجبة الخفيفة لذيذة. سباقات السيارات تفتح الشهية، ألا تتفقان؟ ضع الخبزة بأكملها في فمك. لحظة، هل أكل كيفن آخر قطعة؟ أوف، أعتقد أني سأنهض وأحضر المزيد. لا يفكر كيفن بأي أحد عدا نفسه. أنا من يحضر الطعام لكلينا دائماً. لكن كما يقول المثل، لا تعض اليد التي تطعمك، إلا إن أردت أن تعضك في المقابل. لنضفي بعض الحرارة إلى هذه الوجبة الخفيفة. لن يشك كيفن أبداً في أن هذا الخبز مغطاً بشطة. هذا المقلب سيكون ملحمياً. لقد أعددت المزيد من الشطائر يا كيفن، وكلها لك. واو، كل ما في هذا الصحن لي؟ نعم يا صديقي، هيا يا كيفن، تناول لقمة. لماذا أشعر فجأة أن فمي يشتعل؟ اشرب الكولا بسرعة. أحتاج إلى بعض البرودة. يبدو أن هذا الشراب أدى الغرض. كلا، لا يزال يشتعل. إن كانت هذه المقالب جعلتك تضحك كثيراً، فانتظر حتى ترى لقطات ما وراء الكواليس. شارك هذه المقالب الرهيبة مع أصدقائك، ولا تنسى الاشتراك في قناة 123 Go بالعربي على اليوتيوب لتشاهد المزيد من الفيديوهات الرائعة.